طيب سماحة الشيخ، أيضا بما أنه الإصابات في حوادث الطرق وكثير من هؤلاء هم من صغار السن الذين يقضون أوقات كثيرة في المستشفيات ويستنزفون يعني كم هائل من مصادر المؤسسات الصحية، فهل لكم من توجيه في قضية ضرورة التزام الناس بطرق القيادة وأيضا والتزام بأمور قواعد المرور؟ قضية المرور هذه قضية مشكلة جدا، ولكن يعني أكون صريح، أصحاب الحل والعقد لا يريدون حل هذه المشكلة ويشق عليهم حلها، لأن الحل أول أمر في منع الخمور. أساس المشكلة وجود الخمر، تعاطي الناس الخمور، فلو أرادوا حل هذه المشكلة لعل جزء كبير، نسبة كبيرة منها تنحل بمنع الخمور، ولكن القرار السياسي لا يريد ذلك مع الأسف الشديد، وإنما يريد أن تبقى الخمور كما هي مع الإضرار الكبير يعني التي تنجم عن معاطاة الخمور، أضرار لا تتصور. وأنا لا أدري ما هي المصلحة في هذا الأمر. لو قدرنا وازننا من ناحية مادية، مع أنها مهما كانت من مصلحة متصورة فهي غير مقرة شرعا، الشرع لا يقر بأن هناك منفعة من الخمر. لو كانت هناك فائدة مادية، هذه الفائدة الله تبارك وتعالى عنها، فكيف الشيء الذي لعنه الله سبحانه وتعالى تكون وراءه جدوى؟ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، هذه كلهم لعنوا بنص الحديث الشريف. يعني فكيف تكون هناك مصلحة؟ أول قرار يجب أن يكون هو منع الخمور. وأنا كتبت للمسؤولين وخاطبت مسؤولين جميعا وأعذرت إلى الله، وقد كتبت إلى بعضهم بهذه العبارة: أذكركم يوما تقفون فيه أمام الله، يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. ولكن ما أجد هذا شيء، يعني يعتب الذين كتبت إليهم هذه الرسالة وخاطبتهم بهذا الخطاب جاءوني في المكتب قال: نحن بنعالج القضية بالحكمة ونريد الهدوء فيها. طيب سلمنا هدأنا، ولكن ما كان أي علاج إلى الآن. ولا تزال الخمور يعني تعتبر مظهر عندنا من مظاهر المدنية، مظهر حضاري، مظهر حضاري أن يعود الإنسان إلى حالة البهيمة الأجماء، يعني هذا هو المظهر الحضاري. ولو قدرنا هناك منفعة بسبب السواح وهكذا، طيب ما مقدار هذه المنفعة في مقابل خسارة، في مقابل خسارة الأنفس، في مقابل خسارة يعني الصحة، في مقابل خسارة هذا العدد الهائل الذين تذهب أرواحهم ضحية حوادث السير الناجمة عن شرب الخمور. ثم بجانب هذه الدولة كم تخسر في علاج هؤلاء؟ هذه الأعداد الهائلة التي تسير إلى المستشفيات، كم الدولة تخسر في علاجهم؟ بجانب ذلك أيضا تتعطل أعمالهم، تفقد طاقات بسبب هذه الفاحشة العظيمة، بسبب هذا المنكر الكبير. طيب هذه ناحية. ناحية ثانية يعني الناس يعطون رخصا للقيادات من غير أن يعلموا أخلاقيات القيادة، فمن الضرورة بمكان أن تكون هناك أخلاقيات لقيادة المركبات، وقبل أن يعطى واحد رخصة يعطى قائمة بهذه الأخلاقيات،
يعرف كيف يتصرف. أول هذه السرعة الجنونية، هذا نحر وانتحار، ينحر غيره وينتحر بنفسه. بجانب هذا أيضا يعني عدم المبالاة بتصرفات همجية، يدخل على الخط تارة من اليمين وتارة من الشمال، يتقدم من هنا ومن هنا ويلف ويتقدم على عدد كثير من السيارات، أحيانا ثلاث سيارات أو أربع سيارات، ويلف أمامهم جميعا من غير مبالاة. هذا الشيء نشاهده بأنفسنا. بمرة من المرات كنا واقفين على الدوار، وكانت سيارة شرطة جاية، سيارة شرطة، وهي مع هذا يعني ليست سيارة شرطة فقط، بل يعني هناك إشارة، إشارة مهمة، لأن يعني صوت. وإذا بواحد يجي ويصدم سيارة الشرطة أمامنا، صدم سيارة الشرطة. هذا ولو كان شخص عاقل ما يتصرف هذا التصرف أبدا، ما يمكن أن يتصرف هذا التصرف. فإذا تعليم الناس أخلاقيات السير، أخلاقيات القيادة، إعطاء الآخرين حقوقهم، وتعريف كل واحد يقود أي مركبة بأنه هو أولا مسؤول عن حياته بنفسه، وهو أمين على نفسه، وإن لم يكن أمينا على نفسه فلن يكون أمينا على غيره، وهو أمين على الركاب معه، مسؤول عن الركاب الذين هم معه، وهو أمين أيضا مسؤول عن المركبات الأخرى، بحيث لا يتسبب لما يضر بها ولا بركابها، وهو أمين بالنسبة إلى المشاة في الأرض في الطريق، وأمين عليه أن يرعى هذه الحقوق جميعا. هذه ما تدخل في دماغ هذه الناشئة التي تعطى رخص القيادات من غير أن يعرفوا شيئا من هذه الحقوق، ومن غير أن يرعوا شيئا من هذه الأمانات التي هم مسؤولون عنها. فإذا القضية يجب أن تعالج من جميع هذه النواحي. يعني هناك مشكلتان كبيرتان لا يعتبر بهما أحد، مشكلة قيادة السيارات وما ينجم عنها من أحداث تذهب ضحيتها أرواح. قد يكون هؤلاء المتهورون أنفسهم هم من جملة الضحايا، وقد تكون ضحايا أخرى. ما أحد يعتبر هذا، على كثرة هذه الحوادث ما من أحد يأخذ العبرة، وكما قيل من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. الذي لا يأخذ العبرة من غيره يكون معتبرا لغيره. والقضية الثانية التي عندنا نحن أيضا مشكلة فيها كبيرة وما أحد يعتبر بها، قضية التسرع في الطلاق. يعني ما يفكر الإنسان يشوف كيف يعني لأولاد يروحوا ضحايا هذا التصرف العامل، يعني تسرع إلى الطلاق بدون مبالاة، همجية زائدة عن الحد. والواحد لا يكتفي أن يقول أن يطلق الطلاق الشرعي، بل يضيف إلى ذلك محرمات وضروبا من الشرك، ضروبا من الكفر يضيف إلى الطلاق. يقول المرة حرمتك وحللت، كيف؟ من أنت حتى تحرم؟ ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذه صفة المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه صفة مشركين، ليس صفة المؤمنين. المؤمن لا يحرم. الأمر وحللتك، كيف تحللها؟ هي لا تزال في عدة، كيف تحل لأي رجل آخر؟ كلام يعني عجيب تصرف الناس. ويجمع الواحد يطلق 1000 طلقة أو 100 طلقة أو نحو ذلك، هذه كلها ما يعرف الطلاق الشرعي، ما يعرف الطلاق الشرعي. وأنا أقول بأن لابد هنا في علاج هذه المشكلة من دورات المتزوجين والمتزوجات قبل الزواج، قبل الإقدام على الزواج. كل صنف يعني يكون
تكون له دورات مع صنفه، بحيث خبيرات من النساء يتولين تدريب المقدمات على الزواج، كيف معاملة الأزواج وكيف تفادي المشاكل الزوجية. وكذلك بالنسبة إلى الرجال يدرب ويعرف كيف الطلاق وما هو الطلاق الشرعي، ومتى يحل الإنسان يطلق، وكيف يتفادى الطلاق بالحلول الأخرى وبمحاولة إشراك الأسرتين في علاج المشركين لتفادي الطلاق. هذا أمر لا بد منه. فإذا وجود دورات بالنسبة إلى 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 من يعطون رخص القيادة أو المقدمين على الزواج لا بد منه لأجل تفادي هذه المشكلات. أحسنتم سماحة الشيخ.